السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. موضوع اليوم هو تخصصات الشبه الطبي في الجزائر. راح نكون خفيف ظريف، معلومات مختصرة ومفيدة، وأكيد رأيكم هو في المقدمة. بالنسبة لموضوعنا اليوم هو تخصصات، وش كاين وش راح نلقاه، بما فيها نظام دراسي، المواد، التوقيت، الفروع، ونظرة عامة على المسار الدراسي. حسب الخبرة نتاعي في اغلب التخصصات راح يكون فيها 3 زون، كاين 5 اون وكاين 2 زون، كيما 3 زون اي اس بي وما شابهها، 5 اون كيما ساج فام لي زانستيست، و 2 زون كيما لي زاتيس اللي هما اللبنه اللي راح يمشي بها السبيطار. بعد ما تكملوا الدراسه ولا الفورماسيون راح يكون عندك شهاده معترف بها لدى الدوله، اكيد دوله جزائريه، لا خاطر بلد واحد اخر رايح يزيد فورماسيون باه تعادل الشهاده نتاعك. بالنسبة للتخصصات اللي فيها 3 و 5 كون راح تكون شهادة مع البوست لدى الدولة مضمون، راح تخدم ديريكت. بالنسبة لتخصصات 2 زون ATS، كاين دولة وكاين بريفي. كاين دولة اللي راح يخرج يصيب الخدمة تاعو ديريكت في الدولة، والبريفي راح يشوف المشوار تاعو ويستنى لي كونكور. الشعب المقبولة، شعبة العلوم التجريبية، شعبة الآداب، تسير الاقتصاد الله أعلم تم استبعادها، ما تكنيك، ما تلام، ولتر. جميع الشعب نقدر نقوله يقدر يشارك في البارامديكال، لكن كل تخصص في الشبه الطبي واش يحتاج دراسة. نبدأ بالتخصص اللي يعرفه الخاص والعام اللي هو ESP. ESP ميدو سونتي بيبليك، هو تخصص اللي تلقاوه في جميع المصالح الاستشفائية، هو اللي يخدم للجنزكسيون الإبرة بشتى أنواعها، يدير الانواع تاعها كامل، يدير البلاطر، يدير سيتور، ياط، يدير لي سوند بجميع انواعها، لي سوند نازو، لي سوند اورينير، لي سوند كاستريك وجميع الانواع الاخرى. هو اللي يخدم لي بليليمون، يهز ضغط الدم في المصالح الاستشفائيه، يهز السكر وعدة قياسات اخرى حسب احتياجات المصلحه. هو الفرملي اون جينيرال، يقراها الشعب العلميه. بعد 3 تبدا تخدم. اغلب الاحيان ممرض الاي اس بي رايح يوجه ديريكتومون مصلحه استشارات، با يهز ليكسبيريونس مليحه، وحسب التوقيت العام للمستشفى والمصالح قادر يكون يخدم يومين ويريح يومين، قادر يخدم سيستم 24 ويريح 3 جور، قادر يخدم 24 سيباري. 24 سيباري سما يخدم اليوم مثلا على 8 تاع الصباح، يخرج على 6 تاع العشيه، يعاود يرجع يبات في دارهم، وغدوه ان شاء الله يرجع على 6 مساء ويبات يخدم حتى الثامنة تاع اليوم اللي بعده. وها أسترنت غارد، قادر يخدم ليلة ويريح ليلتين. بالنسبة للكونجي عنده 40 جور، 40 جور سما كونجي واحد في العام، يقدر يقسمه كما يحب هو، يحتاج مثلا 10 أيام بعد يخرج 40 جور، يقدر يقسمه 20 يوم 20 يوم، ومراتش احتياجات المصلحة ما يخلوهش يخرج. لا ما ننساو بلي هذا التخصص ESP عنده الحق في مواصلة التكوين تاعو في تخصصات متعددة، منها ليزانستيزيست لزامار. نروحو لتخصص واحد آخر اللي هو مشغل أجهزة التصوير الطبي، مانيبيلاتور أون إيماجري ميديكال، MIMSP. يخدمو في مصلحة الراديو، السكانر، الليرام، الليكوغرافي وطب أنوي. مثال خفيف، واحد طاح على رجلو ولا يدو، يمشي للسبيطار، أول ما يشوفو طبيب العام راح يقولو ديرنا راديو. هنا يتجه المريض لمصلحة الأشعة باش يدير الراديو. الممرض اللي تلقاه في مصلحة هو اسمه ممرض الأشعة، يخدمه يوم ويريحه يومين، وكل سبيطار كيفاش المفاهمة نتاعو. الكونجي عنده 3 كونجي في العام مع خضر الأشعة اللي كان قديما، أما اليوم كلش تطور ونقص خضر الأشعة بوجود ألبسة الخاصة. في القديم كانوا يسموهم ليزاماريكس. روحو دروك تخصص LSP، المخباري لابورونتين دو سونتي بيبليك، خدمة نتاعو في مصلحة التحاليل الطبية لابو، يخدمو يومين ويريحو يومين حسب المفاهمة ديما تاع السبيطار. يقراو 3 زون، رايحة تكون أغلب الدراسة كيما تخصص تاع البيولوجيست، يخرجو يخدمو في المخبر، يقيس نسبة السكر، يقيس نسبة الهيموغلوبين، السكر، يعملو لفاناس، ليريك، ريا، تي بي، بزاف تحاليل نذكروها في فيديوهات الجاية إن شاء الله. نروحو دروك التخصص اللي يقدر يديروه لاتر و جيستيون، أسيستون ميديكال دو سونتي بيبليك، AMSP.
قدمت كامل مع الدوسي تاع المريض والأوراق وما يخص إدارة المريض في المصلحة. يقعد مع الطبيب في المصالح يتبع يخص المريض في جانب الورق البابراس، يعمل لي دوسي ميديكال واش فيه، وقتها دخل واش عنده رونديفو تاعو، الأوراق على العموم الخاصة بالمريض وقتها يخرج. مثال مريض خرج وحتاج الأوراق تاعو، راح يرجع طبيعة الحال للسيرفيس، راح يروح في أغلب الأحيان يوجد السكرتير. السكرتير هو اللي راح يفركت على الدوسي تاعو، راح يشوف النميرو تاع الدوسي وراح يعطيله نسخة، يدير عليه نسخة واش يحتاج المريض من الدوسي تاعو. مرات بعض المصالح يكون نقص في الممرضين، يولي السكرتير يولي يخدم ESP، خدمة تاع ESP ماهيش ضرورة، بس صح من ذاك تطوعا منه فقط. نزيد نشوفو تخصص واحد اخر اللي هو الكينيزي ثيرابيست الكيني. يكمن دور المدلك الطبي في العمل على استعادة الجسم لوظائفه الطبيعية عبر علاج لاضطرابات جسدية متعددة كالالتواء وشلل جزئي وصعوبة التنفس وغيرها. كما يخدم في السبيطار كما يقدر يفتح وحده، المشكل انه لازم له وقت باش يقدر يخدم وحده بعد مدة في لوبيتال، وعليها طلب بزاف خاصة في البريفي. اي واحد يسرع له عطب في جسمه مثلا، يسرع من يده ولا من رجله، بعد ما يبرى اكيد راح يروح للكيني مع بزاف حصص باش ترجع له يده كما كانت الوظيفة تاعها الطبيعية. تخصص اخر اللي راح نشوفوه هو قابلة الساش فام. الساش فام راح يقراو 5 المعدل تاعها ديما طالع بالنسبة للتخصصات الاخرين، ورايح نشوفوها في نهار واحد اخر نديرو لها يوم وحده. كما كاين تخصص لارغو ثيرابي مقاوم الاعضاء الاصطناعية، مثلا كما الناس المرضى بالسكر بي ديابيتيك، اغلبية الاحيان تتوعل الجروح وراح تروح عملية البتر ولا عملية قطع تاع رجله. بعد وقت راح يخدم رجل جديدة، رجل اصطناعية، والمسؤول عليها الاول هو لارغو ثيرابي على هذا العضو الجديد. كما كاين تخصصات واحد اخرين كيما مثلا الانستيزيست بين قوسين ليزامار، خدمه شويه سبيسيال، راح يكون ديما مع البلوك بلوك اوبيراتوار، هو المسؤول على المريض قبل العمليه، والمسؤول على المريض باش يركض، هو المسؤول على المريض باش ينوض، يساعد الرينيماتور في المصلحه نتاعو. وبعض الاحيان اذا كان في سيرفيس وما كانش رينيماتور راح يكون هو المسؤول الاول على العمليات اللي تصرى للمرضى، بما يحتاجوه جميع المصالح لخاطر الخبره تاعو تفوق جميع التخصصات المذكوره سابقا، من ناحيه البيكاج، من ناحيه الانعاش، ومن عده جوانب اخرى. كانوا يقراو هذا التخصص ديريكت 3 يخرج اناسيست، ودرك تقدر تقرا ESP بعد مده 3 تفوت تقدر تشارك في مسابقة، و تنجح في المسابقة 2 قراية تولي أناستيزيست ممرض مختص في التخدير والإنعاش. والتخصص اللي بعده هو البيو بي ام أستاذ شبه طبي، بروف باراميديكال، بروفيسيون دوسيمون باراميديكال. باتفوت 3 الكراد لازمك تكون خادم على الأقل 3 باه طلع الكراد تاعك متخصص، وبعد وانت يا في هذا المتخصص لازمك 5 5 وانت يا في الكراد تدخل تشارك في مسابقة يفتحوها من وقت لوقت، تنجح في المسابقة تزيد تقرا 2 تتخرج بي يو بي ام وتولي تقري في الشبه الطبي.